السلام عليكم، معاك احمد الابيض، مصور بخبره 6 سنين، ومن سنتين عملت شيفت كارير وبقيت جرافيك ديزاينر. اهلا بيكم في دوره الموشن جرافيك بستايل الكولاج. الدوره عباره عن 4 مراحل. اول مرحله اتعلمنا فيها ازاي نكتب سكريبت، ثاني مرحله اتعلمنا فيها ازاي نحول السكريبت ده لصوت مسجل، ثالث مرحله اتعلمنا فيها ازاي نحول النص لصوره من خلال فوتوشوب والستريتور، وتعلمنا فيها برضو ازاي نحضر الملفات عشان تبقى جاهزه للتحرير. رابع مرحله واللي احنا في تاني درس فيها النهارده بنتعلم فيها ازاي نحول الصوره الصامته لفيديو متحرك، وهنتعلم فيها برضو ازاي نضيف للفيديو ساوند افكت وسبتايتل. من غير كلام كتير يلا بينا. بسم الله. المره اللي فاتت خلصنا لحد المشهد ده بتاع التلفزيون، نبدا بقى نجيب المشهد الجديد واللي هو كان في الستريتور، مشهد رقم 5، نحطه معانا هنا. نقف عند أول التسجيل كده وندوس كيم عشان يبدأ معانا مع التسجيل، ونفتحه نشوف إيه اللي إحنا مش محتاجينه، الخلفية والعلم والكتابة، بس كده، ده اللي إحنا مش محتاجينه. نرجع تاني نسمع الصوت، العلم معانا أهو، نطلعه فوق بكنترول ودال. من هنا بقى نحتاج نزخر التلفزيون شوية عشان هو باين، ونبدأ نظهر الورق. هنيجي هنا كده مثلا نعمل سكيل، برضو نعمل سكيل للدايرة، ونعد 5 فريمات، كنترول 1 2 3 4 5، نعمل كي فريم تاني، نعملهم هما الاتنين سيلكت مع بعض، كنترول صغرهم شوية، بس كده. نبدأ نظبطهم بقى مع المشهد اللي داخل الجديد. ممكن نديهم easy ease من F9. عايزين بقى ندي الكومبوزيشن ده بيج تيرن، هنعملها منين؟ نخش هنا هنجيبها منين؟ هنخش على effect and presets، نكتب بيج تيرن، نحط الإفكت ده على الكومبوزيشن، ونبدأ نحرك فيه. نديها كي فريم في الأول، ندوس U عشان يبقى باين معانا. نيجي بعد 5 فريمات مثلا نبدأ نطلعها لبره. هو كده عامل بوتوم رايت كورنر، المفروض ان احنا هنشده للشمال بس عايز اشده لليمين، فعامله بوتوم ليفت كورنر وابدأ اشده لليمين. النقطة دي هي اللي بتشد معانا، فنشدها كده خالص، نطلعها بره، نديهم ايزي ايز، نعكسهم الاول. هنظبطها الاول، هي سريعة شوية، نعملها كده فايه فيها تانية كده في الآخر. ممكن بقى نخليهم بدل ما هم 5 فريمات نخليهم 10. نقف على دي هنا، نحرك 10 لورا كده، دي 10 لقدام. نبدأ نشوف كده الدنيا عاملة ازاي، بطيئة شوية هنا، فاحنا ممكن نحرك 10 دول قدام شوية كده. بالظبط كده. ممكن برضو ايه الحتة المتنية دي اقللها شوية. عايزين بقى نخلي الورقة دي 3D عشان هنزوم عليها، ونقف هنا نجيب البوزيشن، ونعمل spirit dimensions، ونعمل key frame على الزد بس. نيجي بعد 5 فريمات، 1 2 3 4 5، نعمل key frame تانية، زوم، نظبطها. نحتاج برضو key frame للواي معانا الاكس، بحيث ان احنا ايه نبقى بنحرك في كل الاتجاهات مفيش مشكلة. هنا في مشكلة ظهرت معانا، ان العلم ظاهر معانا لان هو مش 3D، ظاهر فوق الورقة، الشكل بتاعه مش افضل حاجة. انا ممكن ايه والتلفزيون بيصغر كده نطلع العلم لفوق. نجيب اللاير بتاع العلم بتاعه بيو، هو أصلا كان واخد بيدج تيرن، فممكن نعكسها. ناخد دي كده تاني، كنترول سي، نيجي هنا كنترول في، نعكسها، نبص كده. فهو كده مع الزوم بتاع الورقة هو بيطلع لبره عشان يبقى فيه تركيز على الورقة. بص تاني، ممكن بقى نخلي الزوم ده وهو أصلا داخل والورقة داخلة، ندوس يو، نجيب الزوم ده كده، هنعمله برضو ايه ايزي، نخلي في فرق مثلا فريم او فريمين، نبص كده، لا ممكن نخليها كده، هي ماشية كل حاجة 10 فريمات
العشر فريمات دايما بتبقى هي الأظبط، فده كويس بالظبط كده. بس عايزين نسرع شوية العالم وهو طالع. نبص تاني، نبدأ بقى نحرك الورقة الصغيرة دي، نخش جوه المشهد الخامس. عايزين نحرك الورقة دي أول حاجة، هي رقم واحد. نغير الأنكر بوينت بتاعتها، بدل ما هي في النص كده نخليها هنا كده على أول الورقة. وهنعمل لها حاجة بسيطة، المفروض هتبدأ تظهر من أول هنا، ونفتح بوزيشن وروتيشن، دوس شيفت وآر، نعمل كي فريم. نيجي بعد 10 فريمات فيها سنة لتحت، ونعمل لهم تايم ريفرس، نديها اف 9. نبص كده من بره، بادية متأخر شوية، عايزينها تبدأ هنا كده مثلا، وعايزين الزوم يبقى أكتر عشان نبقى مركزين على الورقة، هنزوم أكتر ممكن كده مناسب. عايزين بقى نبدأ الورقة تظهر من أول هنا، نفتح تاني المشهد الخامس، عايزينها تظهر من أول هنا. بص كده بطيئة، خلينا نعملها 5 فريمات. نرجع نبص تاني، تمام. نبدأ نكتب عليها الكلام، ممكن ناخده بقى من المشهد اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، هو ده، ناخد منه التكست عشان التكست كده كده عليه الإفكت. ناخده كنترول سي المشهد الخامس، كنترول في، دوس جيم، حرك التكست فوق، دوس يو عشان نبقى شايفينه هو بيظهر امتى، نصغره بقى، سكيل، صغر كمان، حطه في مكانه، صغر أكتر، نغير لونه طبعا، خليه لونه بيج كده. نرجع كده نبص، نرجع بقى نبص عشان نظبط الوقت. احنا عايزين نكتب هنا 5 أكتوبر 2023، 5/10 كده. التاريخ جهز معانا اهو، نبص عليه من بره، 25 مش 5، كتبت 5، عدلها. لو شفنا كده هو بيبدأ منين؟ من السنة مش من يوم، احنا عايزينه يبدأ من اليوم، فهنعكسها سهلة. نزود بس رقم 2 هنا، نعدل الخط عشان نظبط بقى الموضوع بتاع التاريخ يظهر مظبوط، بدل ما هو بيظهر من السنة يظهر من اليوم. نبدأ من عند الستارت، نعمل للإند كي فريم، يجي هنا نخلي الإند 0، نمسح الكي فريم اللي فوق. نبص كده بقى معانا من اليمين للشمال، بدل ما هو كان ايه من الشمال لليمين. نطلع بره، انا ممكن اكبر بس الورقة شوية، بدأ متأخر شوية، عايزينها تبدأ من اول هنا. نخش تاني في مشهد 5، نجيبها كده، نجيب دي هنا، نبص كده احنا المشهد معانا لحد هنا. ممكن بقى نضيف حاجة على الورقة عشان خاطر ما تبقاش ثابتة، نعمل لها ويجل ازاي؟ ندوس على البوزيشن والت، نكتب ويجل، ونخلي القيمة بتاعته 2.5، والفاصلة نعملها اللي هي في حرف الواو، مش الفاصلة اللي هي الدوت اللي في الأرقام، تمام؟ عشان لو عملناها الدوت هيديك ايرور، يعني لو عملناها الدوت كده انتر، أو نطلع بره، أهو اداني ايرور. انما لو عملناها الفاصلة اللي هي في حرف الواو، افتح دي اللي في حرف الواو، هتلاقيها مظبوطة معانا. بتعمل ايه دي؟ بصوا كده، ادينا الحركة دي كده، دي كده ممكن تكون زيادة شوية، فاحنا نخليها بدل ما هي 5 نخليها ايه و2 مثلا. ابص كده كده هادي يعني. نطلع بره من اول هنا بقى، نبدأ نخش على المشهد الثاني. فاصل سريع، لو انت وصلت لحد هنا وشايف ان الفيديو مفيد تقدرش تدعمنا باللايك والكومنت والشير، يلا بينا نكمل. هندي يعني كل دول كي فريمز تانية، ممكن ناخدهم بقى كوبي كده، كنترول سي كنترول في،
نعمل لهم ريفرس ونقف على التانيين دول كده ونفتح. نبدأ بقى نحرك نشوف كده. نبدأ بقى نجهز الورقة التانية زي ما عملنا بقى في الورقة الأولى. هنعمل في الورقة التانية هنا، نقف على الورقة التانية نغير الأنكر بوينت بتاعتها نخليها هنا، ونخلي اللاير يبدأ من أول هنا بندوس جيم. نفتح بقى بوزيشن وروتيشن، نعمل لهم كي فريم، ونيجي بعد 5 فريمات نلفها شوية وننزلها لتحت شوية وننزلها لتحت شوية. نبص كده ونعمل لها تايم ريفرس. نبص كده نطلع من بره نشوفها. نبدأ بقى نجيب التاريخ، ناخد ده كنترول دي نطلعه فوق، ندوس جيم يو نبدأ نحطه تحت. احنا كده عايزين ايه 15/12. نمسح بقى السنة، ممكن نكبرهم بقى بسكيل. نرجع كده بره ونشوف، ممكن نرجع دول يتحركوا بدري شوية هنا مثلا. نبدأ نخلي الورقة برضو تتحرك من هنا هي والكتابة. بص كده عايز بس إن السكيل عايز يقل شوية كده. بالنسبة لي ده تمام. نبدأ نخش على الحدث التالت، ناخد الكيم فريم زي ما اتعودنا، كنترول سي كنترول في، نعمل له تايم ريفرس، نقف على الكي فريم التاني اهو. نبدأ نحرك بعد المشهد التالت نشوف بقى كده. احنا بس نسينا نعمل حاجة، نسينا ندي الورقة دي ويجل زي ما عملنا تحت. فندوس على البوزيشن كليك يمين، كوبي اكسبريشن اونلي، نقف هنا نعمل كنترول في، فهو كده اخد الاكسبريشن بتاع الويجل. شوف كده تتحرك ايه معانا. نرجع تاني بقى نكمل اللي احنا كنا بنعمله. هنعمل نفس اللي عملناه قبل كده، نغير الانكر بوينت ده هنا، ونجيب بقى الورقة بجيم ونديها بوزيشن روتيشن، نعمل عليها زوم عشان نبقى شايفين شغلنا. نيجي بعد 5 فريمات، 1 2 3 4 5، نلفها شوية ننزلها لتحت شوية نعكس. شوف كده تمام. بص من بره عايزينها تبقى بدري شوية هنا مثلا، نحركها لورا شوية. شوف كده ممكن ناخد الاكسبريشن الأول ابي بي، نبدأ نضيف تكست بقى كنترول دي نطلعه لفوق، دوس جيم ناخده هنا هنا هنا، نغير بقى التاريخ 7/7/21/24، نعدل التكست نعمل له سكيل نصغره شوية. نطلع بقى نبص عليه من بره، في اختلاف في الكومة نظبطه. ممكن نخلي التكست يتحرك بدري شوية. احنا كده خلصنا المشهد ده، هنرجع بقى للعم ابو حمزة، نجيب بقى المشهد السادس نضيفه معانا، نحطه هنا ونحركه بجيم زي ما اتفقنا. نقف هنا العالم زي ما كنا اخفيناه هنرجعه، والورقة هنعمل لها ايدج تيرن العكس، ناخد دي كنترول سي كنترول في، دي كنترول سي كنترول في، وناخد بقى الزد بوزيشن من هنا كنترول سي كنترول في، وناخد الواي والاكس من هنا كنترول سي كنترول في. طبعا هنعكسهم كلهم برضو دي
كده احنا عملنا ايه؟ رجعنا زي ما احنا. بص كده تعالى ننزل، معلش بقى عشان الريندر مش سريع، فايه هو العالم نزل يعني والورق اختفى. انا ممكن نخلي الورقة تختفي قبل ما العالم ينزل، نرجعها ورا شوية كده، شوف كده كده مثلا. عايزين بقى نرجع صورة العم أبو حمزة هنا، هننزل تحت نعمل المشهد الأول كنترول دي، ندوس جيم، نقول هنا كده نقطع ايه المشهد الثالث والرابع ده صحهم، كنترول شيفت دي صحهم كده. العم ابو حمزه هنا، بس لما يرجع على صوره العم ابو حمزه تاني. هنا بقى عايزين عم ابو حمزه يكون 3 دي برضو، هنديله 3 دي، نفتح كده دايره معاه جوه. طيب في حاجه برضو عشان بقى هتظهر معانا دلوقتي، لما عملنا ده 3 دي لو صغرناه كده هنلاقي ان الدايره مش بتظهر، هنحتاج برضو زي ما قطعنا المشهد الثالث والرابع نقطع الدايره دي، بحيث يبقى معانا العم ابو حمزه. حركنا كده شويه الدايره بتاعته لوحده. ليه؟ هنعرف دلوقتي. عندي يمثل كده، نبدا نديها سكيل بعد 15 فريم مثلا، نبدا نصغرها ثاني عشان تبان معانا. هنحتاج نخش جوه المشهد السادس ونشيل الزوايد اللي فيه، يبقى هنا بقى معانا موجود اهو. شوف تاني، محتاج بقى نطلعها فوق المشهد السادس، شوف كده. محتاج نقلل السكيل شوية ونديها بوزيشن عشان تبقى مظبوطة، نصغرها أكتر كده مش باينة خالص، نكبر شوية كده مثلا تبقى هنا. دي بقى F9 إيزيز، نبص كده بالظبط ده اللي احنا عايزينه. هنا كده نبدأ نحرك الخط، ممكن نرسمه من جديد. نقطة هنا، نقطة هنا، ونقطة هنا، بدل ما هو فيل ستروك نغير لونه، يبقى لون البيج، ونقلل ستروك طبعا، ممكن نكبره شوية. نقف هنا كده بالبين تول، نشد دي شوية، ممكن نصغره أكتر برضو، نخليه بدل ما هو 6 نخليه 4 مثلا. نبدأ بقى نفتحه ونحركه، نديله إيه تريم باث، نفتح التريم باث كده الستارت، نديكي فريم في الإند، وبعد مثلا 5 فريمات 1 2 3 4 5 نديها ونعمل تايم ريفرس، نشيل الشيب الاولاني ونبص تاني زي الفل. نرجع هنا نبدا بقى نكتب الاتنين مليون، نفتح المشهد الخامس ناخد منه الكتابه كنترول سي، نيجي هنا كنترول في، خد الكتابه هتبدا تظهر من اول هنا مثلا، نجيب الكتابه هنا نكبرها، نديها نفس لون الكتابة القديمة، نكتب 2 مليون، نمسح الكتابة القديمة، نشوف كده هتبتدي امتى. هنا احنا عشان كنا عاكسينها من اليمين للشمال فهنضطر نرجع نعكسها تاني، دوس يو زي ما اتعلمنا بقى هنعكس. هنا هنخلي الستارت 100 وهنمسح الاند، نخلي الستارت 100 ونخلي الاند برضو ايه 100، نمسح بقى الاند خالص عن الستارت بس. بص كده محتاجة تبدأ شويتين بدري هنا مثلا، شوف كده يبقى الشيب وهي مع بعض كده مثلا. كده بالنسبة لي المشهد ده تمام قوي، هيبقى فاضل حاجة واحدة بس، المشهد الأخير
بتاع 7 أكتوبر لم تكن بداية القصة. هنبدأ نجهز له. نجهز له إزاي؟ ممكن نعمل null object click mean new. عشان يجيب معانا النيو دي محتاجين إن احنا منكونش واقفين على حاجة. نعمل null object نديله لتحت Ctrl V ونربطه بقى بالمشهد الأول والمشهد السادس، نربطهم بيه. نعمل له هنا position، نيجي بعد 10 فريمات نحركه لفوق كده. ممكن برضو نربط بيهم العالم عشان يبقى الموضوع ماشي كويس. نقف هنا عند البداية، نجيب العالم نربطه بيه، نديله motion blur. نيجي نبص كده بالظبط كده، ده اللي احنا عايزينه. عايزينها بقى تيجي خط F9، نجيبه هنا كده شوية، نخش على الجراف، نفتح السبيد جراف، نحدد الاثنين كي فريم، نخش على الباث، خليه ايه يبتدي بسرعة بحيث انها تتشد مرة واحدة. بص كده سريعة قوي. نرجع تاني للها، ممكن نزود المدة بتاعتها شوية، بدل ما هي 10 فريمات نخليها 20 فريم، خليها تبتدي من هنا. كده مثلا نبص كده، لو نلاحظ هنا العالم بدأ يظهر، واحنا لو مسحناه من هنا هتنسح من النسخة الأصلية، فاحنا محتاجين نيجي عند المشهد الأول من هنا نعمل له نسخة Ctrl D ونسميه مشهد مثلا 1.2 ونشده وندوس Alt نحطه مكان القديم كده. كده هو اتضاف بنفس معلومات القديم. نخش بقى جواه نمسح من ده العالم عادي، لقيت مسح من هنا بس مش من الأولاني. الأولاني هتلاقيه ماشي عادي بالعلم بتاعه، تاني هتلاقيه لو زودنا ما بقاش فيه العلم بتاعه ده المطلوب. إذا حاسسها بطأت قوي أنا ممكن نرجعها 10 فريمات عادي زي ما احنا. شوف كده كده تمام، خليها بقى تبتدي من هنا الحركة. نجيب بقى التكست بتاعنا هنا كنترول سي كنترول في، نطلعه لفوق ميم، نفتحه بيو، عايزينه يبدأ من أول هنا، نكبره طبعا. ده يبقى فيه 7 أكتوبر، ومعانا 7 أصلا أهي. نبدأ نزود إيه أكتوبر، نمشي بس شوية عشان يبان معانا. نفتح دول، نظبطه بقى، نبدأ نغير رقم 7 زي ما كنا عاملينه. نجيب المشهد 7 عشان نعرف الألوان، أوكي. ناخد بقى اللون بتاع رقم 7، ناخد برضو اللون بتاع اكتوبر، وتحت لم تكن بداية القصة نبدأ نكتبها برضو. نعمل data duplicate Ctrl D، نجيب النسخة الثانية اللي لسه هتكتب لم يكن بداية القصة، نبدأ نكتب لم، نصغره شوية، نمسح بقى المشهد السابع. شوف كده دي نفس اللون بتاع اكتوبر، صغره اكتر. محتاجين بقى نعكسهم عشان هما بيبتدوا من الشمال لليمين. خلي الاند 100، نمسح ده عشان لوكي فريم هنا، خلي الستارت 100.
نعمل تايم ريفرس كذلك، هنعمل فوق نبدأ بقى نرجع نبص، محتاجين الكتابة تبدأ بدري شوية. شوف كده ابدأ بس نوسطن الدنيا بس كده، وصلناها. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا الفيديو. نيجي عند الاخر بقى ندوس ان كنترول شيفت اكس عشان ينهي لنا على كده. بس كده يبقى احنا الحمد لله كده خلصنا تحريك الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي هندخله على بريمير ونضيف له الساوند افكت والسبتايتل. ما تنسوناش من اللايك والشير والكومنت، ما تنسوناش من صالح دعاء. السلام عليكم.